الحمد لله يعني فرجت على الجميع بعد الأيام الصعبة اللي مرت وبعد المعاناة اللي مع إدارة السجون أثناء مع شخص مصاب أو شخص يعني معاني في السجن. الحمد لله. يلا والله طلعونا الصبح و على اساس صفقة والحمد لله طلعنا بخير منها. الحمد لله. عرفنا الحمد لله. اول شيء هاي الشغلة من ادارة السجون اخذت وعينا واعطتنا اواعي وحدت اللون لنا. لون اواعي الاسرى. مرينا في انه مرميين في زنزانة جماعية لحد ما فرج عنا.